First of all, we're very happy to have... في البداية نحن سعداء جدا بوجودك معنا وعمل لقاء معك في هذا الحدث الكبير. أريد أن أعرف رأيك في أن الأهلي دائما مرشح لكل الجوائز سواء أفضل ناد أو أفضل لاعبين أو أفضل مدربين. ماذا لي أن أقول؟ خلال 8 أعوام في بلدي معروف أننا لا نعود مرة أخرى لمكان كنا سعداء فيه، ولكن أنا تركت الأهلي وعدت مرة أخرى 3 مرات وساعدت الفريق للفوز ب21 لقب منهم 8 ألقاب عالمية. في خلال 8 أعوام كان هناك لحظات رائعة، لاعبون رائعون، مباريات رائعة، وكان أمرا لا يصدق. نعلم أن لك مكانة خاصة جدا عند كل الأهلاوية، ماذا تريد أن تقول لهم؟ دائما كانوا مذهلين ما عدا في السنة الرابعة عندما أتيت وكان النادي لم يفز بدور الأبطال ل14 مرة، وفي الجولة الأولى خسرنا أمام الزمالك ولكن فزنا بعدها بالبطولة، ومع ذلك ظل الجمهور يتحدث عن مباراة الزمالك ثم فزنا بعدها 6 مرات على الزمالك. لقد كتبت تاريخا عظيما مع الأهلي، كيف ترى رحلتك مع هذا النادي الكبير؟ لقد كانت سنوات رائعة ومذهلة، فزنا بكل شيء، وأقول إنني كنت رجلا محظوظا لأن مجلس الإدارة كان رائعا معي، كانوا يلبون طلبي في التعاقد مع أي لاعب أريده، واستطعت أن أضم عددا من اللاعبين من أندية أخرى للنادي الأهلي، وكوننا فريقا عظيما، وكانوا لاعبين ممتازين، الأفضل في مصر. أنت أسطورة كبيرة في التدريب، بماذا تنصح لاعبي الأهلي الحاليين؟ لا أعلم اللاعبين الحاليين، ولكن في ناد كبير مثل الأهلي الفوز بالمباراة غير كاف، يجب أن تلعب كرة جيدة وتكون أفضل من الآخرين دائما وتفوز وتكرر الفوز ليعجب بك الجميع، وما عليهم أن يفعلوه هو أن يلعبوا جيدا ويفوزوا بالألقاب، لأن ناد كبير مثل الأهلي لا يقبل غير بحصد الألقاب، فمن يقود تدريب الأهلي يجب أن يفوز بالبطولات ويساعد اللاعبين للعب كرة ممتعة وجيدة.